المستمع رزيق بن مصلح الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ جزاكم الله خيرا؟ بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين، هذا ظاهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الآية السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر، الحمد لله الأمر واسع، سواء قرأ السور ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي الأمر واسع، وهكذا بعد الصلاة الأمر واسع. وإن بدأ بآية الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السورة الثالثة لأنها في آخر القرآن كان هذا حسنا من باب الترتيب.